أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمو. النهاردة هنعمل مع بعض الفلافل المصري أو الطعمية. المكون الرئيسي هو الفول المدشوش. بنحتاج نص كيلو فول مدشوش مغسول ومنقوع لمدة 12 ساعة، وكوباية من الشبت والبقدونس والكزبرة مغسولين كويس ومتقطعين. للتوابل معلقة ونص صغيرة ملح، شطة حسب الرغبة، معلقة صغيرة كمون، معلقتين كزبرة، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، بصلاية حجمها متوسط وراس توم وفلفل حامي حسب الرغبة. أول حاجة بنفرم التوم مع البصل والفلفل، بننقلهم لبولة كبيرة، بنبتدي نفرم الفول المنقوع مع الخضرة لحد ما تتكون عندنا عجينة نقدر نشكل بيها كرات متماسكة. بعد ما بنفرم كل الفول بنحط بعد كده التتبيلة وبنقلبها كويس مع بعض، ممكن نحتفظ بيها في أكياس في الفريزر وبنشيلها لمدة شهر تقريبا. لو هنستعملها في الحال بنحط بيكنج باودر، وممكن اختياري نحط بيضة، بس من غير البيضة برضو بتكون ممتازة. بنشكلها ممكن بالجهاز الخاص أو باستخدام معلقتين مغموسين في الزيت، بنحط عليها سمسم وبنقليها في زيت سخن. بنقليها لحد ما يبقى لونها بني، ونخلي بالنا ما نقلبهاش غير لما تدبس، وبنقدمها مع الخضروات الطازجة وبالهنا والشفا. ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة جديدة. باي.